خليني افتح معاك منتخب مصر بقى عشان الوقت ما ياخدناش. مصر بكره تبتدي ان شاء الله مشوار تصفيات كاس عالم، وانت عارف كاس العالم عزيز علينا شويه، يعني بنقعد مش عارف بقى حظنا وحش فيه، الظروف ضدنا، قعدنا 30 سنه عقبال ما وصلنا مره ثانيه 2018. شايف فرص المنتخب في الوصول لكاس العالم والتشكيله دي وقياده كابتن حسام البدري ان شاء الله اللي هيبتدي المشوار بكره مع انجولا ازاي؟ يعني شوف، هو في وجهه نظري افضل تشكيله يعني اخذها الكابتن حسام، يعني حسام افضل ناس ماشيه بشكل منتظم الحقيقه. يمكن اختلاف على واحد او اثنين كده، يعني كان ممكن نتكلم على احمد رفعت بتاع المصري، يعني في وجهه نظري كان يستحق، عامل موسم كويس، ماشي بشكل كويس، واحد او اثنين. فلما تختلف في حد تاني غير رفعت، يعني بص هنختلف بقى في واحد في اثنين في المساكين، يعني انا يعني شايف علي جبر يعني لا يعني بعيد شويه، يعني كان ممكن نحتاج حد احسن يعني افضل من كده يكون الدنيا يعني ماشيه كويس. علي جبر ما كانش اساسي شويه في بيراميدز، برده بعيد عن مستواه، مش هو ده علي جبر بتاع الزمالك ده حقيقه. كنا محتاجين حد يعني جنب الونش، جنب ايمن اشرف، جنب حجازي يفرق. لكن الموجودين اعتقد برده يعني علي جبر او الناس اللي هي موجوده في نص الملعب، الامور ماشيه بشكل كويس. الطرفين نص الملعب الفراوده، أنا شايف موجود صلاح وشريف، لا الدنيا أحسن كتير. أنا شخصياً متفائل، لكن خلي بالك برضو استعدادات الأندية مختلفة عن الفترة اللي فاتت. إحنا برضو للأسف التصفيات الأفريقية مع فرق قليلة جداً، والنتائج خلينا نتكلم منطقيين مش على المستوى المرضي الحقيقة. يعني نتعادل، بتكلم على ماتشات التصفيات بتاع مؤهله لكاس الامم الافريقيه، يعني فرقه اقل وحققنا نتائج يعني متواضع. مش مرضيه. كاس عالم لا، هتلاقي انجولا بشكل مختلف تماما. يا ريت، اتمنى. هو طبيعي طبعا. ده يبقى مشوار اصعب، يعني الهدف كبير. الهدف اهم طبعا، والمنتخبات اللي معاك نسبيا اقوى من اللي كانت معاك. عشان كده المؤشر اللي في البطوله الافريقيه الحقيقه ما كانش مرضي، دي رقم واحد. رقم اثنين الاستعداد، برضو احنا خلينا نتكلم منطقين، احنا برضو في ظلم لجهاز المنتخب، 4 ايام في موسم منهك جدا للعيبه، كل اللعيبه جايه. يعني ما الجمهور بيقول لك يا كابتن علاء احنا مش عايزين شماعات، يعني احنا هدفنا انت توليت المسؤوليه، وكل ده كان معروف سواء لاتحاد كوره، انا مش بتكلم بس او يعني بحمل المسؤوليه بس للجهاز الفني، لكن ده كان معروف لاتحاد الكوره ان الموسم مضغوط واللعيبه هتخلص متاخر، وان الانديه المصريه مشاركه في كونفدراليه وفي بطوله وفي دوري ابطال، وانه تصفيات كاس العالم معلن عنها هتبتدي في سبتمبر. فكونك انت ما حطيتش السيناريو الامثل بقى انك انت تتعامل مع المعطيات دي، او اصل ما جاتش مفاجاه برضو، صح ولا ايه؟ فالشماعات هنا مرفوضه، يعني ما تقوليش محترفين مش موجودين، ما تقوليش اللعيبه مجهده، ما تقوليش ما عملناش معسكر قبل او مباراه وديه قبل يعني كل ده بالنسبه للجمهور مش داخل في الحسابات، ده في ظني وتقديري. يعني انا في وجهه نظري يعني هنقول المحترفين ما جوش، انا في وجهه نظري محمد صلاح بس، يعني الباقي يعني تريزيجيه برضو يعني لا تريزيجيه اصابه يعني بس يعني إصابة لكن بس كان اساسي مع معلش بس تريزيجيه في الفتره اللي فيها شريف، اللي الفتره اللي فيها حسين الشحات، اعتقد يعني ممكن الدنيا تبقى كويسه جدا. تمام، ده في وجهه نظري. لكن هو صلاح اللي فعلا اللي ممكن يتاثر بمنتخب مصر، وان شاء الله ما يتاثرش. يعني هو ده الوحيد اللي هو ممكن يصنع الفرق معاك الحقيقه، مش موجود. لكن ان شاء الله انا شايف شريف بمستوى كويس، مصطفى محمد يعني انا مش متابع قوي الدوري التركي، يعني ما اعرفش حالته عامله ازاي، يعني على عكس بداياته، يعني الاصابه مستواه يعني انخفض شويه، مش بيشارك اساسي بقاله فتره. للاسف مشكله اللاعب المصري باستثناء محمد صلاح ان البدايه بتبقى كويسه قوي وبعد كده الدنيا بتختلف خالص. بتعدلي 5 مهاجمين، انت كنت مهاجم في فرقه الاهلي بتقول لي جنبي 5 تقال، فما بالك بمنتخب مصر. عدلي 5 مهاجمين النهارده من وجهه نظر علاء ابراهيم سوبر، او يستحقوا ان هم يبقوا محترفين في انديه كبيره او موجودين مع منتخب مصر الاول. لا حقيقه ما فيش الا شريف ومحمد ومصطفى محمد وكده كده محترف يعني. ومحمد صلاح، ادي الثلاث فراوده اللي انا شايف وجهه نظر ان يستحقوا يبقوا موجودين في منتخب مصر. مفيش تاني؟ خالص. محدش لفت نظرك في الدوري السنه دي؟ في لعيبه كويسه، وفي فراوده كويسين محترمين، لكن مش منتخب مصر الفانيلا تقيله قوي. لا الفانيلا تقيله قوي.